تبقى وظيفة المرأة عزيزي المشاهد هي الأكثر إثارة للجدل، فالأكيد أننا لن نرى امرأة سعودية تتولى بناء منزل أو حتى صناعة خزائن هذا المنزل أو غيرها من وظائف لا تليق مع قدراتها. في المقابل دون أن نفصل المرأة عن المجتمع سنجد أنها عنصر فاعل في أغلب الوظائف اللي تتاح لها فرصة إثبات الذات من خلالها. في المرتبة العاشرة إليكم مندوبة مبيعات. تفضل كثير من السعوديات العمل كمندوبة مبيعات نظراً لكونها سهلة ولا تحتاج لخبرات كثيرة، وأنه يعتبر عمل حر وتؤديه أغلب النساء من منازلهم، حيث تعتمد على الإقناع في الشراء فقط. وأغلب السعوديات يفضلون العمل كمندوبات مبيعات لشركات التجميل والعطورات، ونسبة منهم يعتبرون هذا العمل إضافة لزيادة دخلهم. في المرتبة التاسعة العمل في مجال الأسر المنتجة. ترعى وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي بشكل مباشر الأسر المنتجة، وهي أسر تجد العمل اليدوي في صناعة الأكلات الشعبية، خياطة وتطريز الملابس، وصناعة العود والبخور والخوصيات، وتغليف الهدايا والإكسسوارات. مجال يدر أرباحاً جيدة لهم، وتعرض الأسر المنتجة الضمانية منتجاتها في مختلف الحرف، كما أن هناك العديد من المعارض الخاصة بالأسر المنتجة التي تقيمها وكالات الضمان الاجتماعي خلال فترة الصيف في عدد من مناطق المملكة بهدف مساعدة الأسر المنتجة على إيجاد قنوات تسويق لمنتجاتها. في المركز الثامن ممرضة. المرأة السعودية لا تختلف كثيراً في تفضيل مهنة التمريض كمجال العمل لكونها مهنة إنسانية في المقام الأول، وهي أحد المحاور الأساسية للرعاية الصحية. التمريض عمل يؤدي بواسطة الممرضة لمساعدة المريض في القيام بالأنشطة التي تساهم في الارتقاء بصحته أو استعادة صحته. ولم يكن تعليم التمريض حديث عهده في السعودية، بل بدأ تعليم الممرضات منذ عام 1960 من خلال المعاهد الصحية، حيث افتتح معهدان للتمريض في مدينتي الرياض وجدة، وتجاوز عدد العاملين في التمريض من السعوديين في القطاع الصحي أعداد غير السعوديين، ذلك بحسب آخر إحصائية وردت في مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التي جاء فيها أن عدد السعوديين بلغ 31,824 ممرضاً وممرضة في عام 1430 للهجرة، بينما بلغ عدد غير السعوديين 31,473 ممرضاً وممرضة. المرتبة السابعة مصممة أزياء. تجد المرأة السعودية في وظيفة تصميم الأزياء حضوراً وتجدداً وتطوراً مستمر يناسب طبيعتها والقدرة الشرائية لدى المرأة السعودية، كما أن هذا المجال يستهوي الكثيرات لأنه باب للإبداع والابتكار، وهو ما يدفعهن لخوض غمار تعلم فن تصميم الأزياء. يعتبر تصميم الأزياء هو الركيزة في أي تغيير يحدث على الملبس. في المرتبة السادسة بائعة. تجد حالياً وظيفة بائعة في محل مستلزمات نسائية رواجاً واهتماماً من قبل النساء في السعودية، وذلك بسبب الجهود التي تبذلها وزارة العمل السعودية لفتح مجالات عمل للمرأة السعودية، حيث صدر أمر ملكي بتأنيث محل بيع المستلزمات النسائية من ملابس وأكسسوارات وغيرها، وأصبحت كثير من الأسواق في المملكة حالياً تزخر بالعديد من الموظفات يتولين دور البائعات للنساء في هذه المحال. عزيزي المشاهد، هناك حقيقة لابد من الاعتراف بها، ففي حياة مزدحمة بأعباء الواجبات اليومية المنزلية أو العملية تبدو فرص المرأة في العمل أقل من غيرها، لا سيما وأنه أعظم تلك المسؤوليات يقع على كاهلها، لكنها ومتى قررت العمل تثبت أنها الأقدر على خلق توازن بين المسؤوليات كافة، على الأقل أغلبهن يثبت ذلك يومياً. دعونا أعزائي المشاهدين نستعرض باقي الوظائف الأكثر أهمية بالنسبة للمرأة السعودية. في المرتبة الخامسة موظفة بنك.
كانت منذ سنوات قريبة وظيفة صرافة في بنك أو موظفة خدمة العملاء عملاً مجهولاً، ومجال عمل النساء في البنوك كان محدوداً جداً، وذلك لقلة أعداد الموظفات من السعوديات. ولكن في السنوات الأخيرة برز لدى البنوك أهمية افتتاح فروع خاصة بالتعاملات المالية النسائية، وجاءت هذه الخطوة بعد أن أقرت بطاقة الهوية الشخصية للمرأة في السعودية، مما سهل عملية التعامل المباشرة بين المرأة والبنوك السعودية نظراً لوجود إثبات الشخصية، حيث كانت البنوك سابقاً تتطلب وجود معرف للمرأة التي ترغب بفتح حساب لها في البنك. في المرتبة الرابعة يأتيكم اختيارها لمعلمة. أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية إحصائيات تفصيلية لعام 1434-1435 للهجرة، جاء فيها أن عدد المعلمات بلغ 264,456 معلمة، ويدرسن في 18,710 مدرسة للبنات في جميع مناطق المملكة، ويدرسن في المراحل مهنة التدريس كسائر المهن الأخرى، تحتاج إلى عدد خاص يؤهل المعلمة ويعدها لأداء عملها على أكمل وجه. فبجانب الصفات العامة والخاصة التي يجب أن تتوفر في المعلمة، فإنه يحتاج إلى أن يطبق النظريات والمعارف والعلوم النظرية في مواقف عملية وواقعية تحت إشراف فني خاص، أي أن يمر بفترة التدريب العملي أو التربية العملية. في المرتبة الثالثة مشرفة حضانة أطفال. اللعب مع الأطفال والعمل على تطويرهم وتوسيع مداركهم يعتبر للمرأة السعودية من أهم مجالات العمل التي ترغب فيها، لكونها قريبة من طبيعتها الأنثوية التي تتسم بالحنان والعطف على الأطفال. في المرتبة الثانية طبيبة. تحتاج الطبيبة في المجتمع السعودي الاحترام والتقدير على ما تقدمه من الرعاية الصحية للمريض، وأصبحت الطبيبة السعودية تجد في هذا المجال النجاح والتطوير، ووصلت من خلال إخلاصها وتفانيها في أداء رسالتها إلى تبوأ مراكز قيادية في عدة مستشفيات في مستوى المملكة، وتجد مهنة الطبيبة إقبالاً كبيراً من السعوديين، حيث تستقبل كل عام كليات الطب في المملكة أعداد كبيرة من المتقدمات لنيل المواقع لهن في هذه الكليات لدراسة الطب. السؤال، أي المهن تلك التي توفر للمرأة أكبر فرصة للبروز، وأيها يستهوي نساء السعودي؟ في طبعا تسابقهن على مثل هذه الوظائف. هنا سنسرد 10 مهن أصبحت هدفا أساسيا للنساء في السعودية، وهنا أيضا نصل إلى المرتبة الأولى، فما الذي تبقى في مخيلتك؟ في المرتبة الأولى إدارية. الأعمال الإدارية والتي تتطلب التعامل مع الكمبيوتر والتقنية والأعمال الورقية تعد ذات المرتبة الأولى في تفضيل السعوديات لمجالات العمل، كونها ذات مسؤوليات واضحة ومهام وخطوات محددة، كما أن مجالات عملها كثيرة ما بين المدارس والمستشفيات والجامعات والبنوك وغيرها من مجالات العمل. حديثنا عن أهم 10 وظائف ترغب بها المرأة السعودية. نعلم بأنه هناك محدودية في عدد الوظائف أو في مجالات مختلفة يعني تهتم المرأة بالحصول فيها على وظيفة. هل بالإمكان أن نتحدث أن أمام المرأة خيارات متعددة أم خيارات محدودة في مجال الوظيفة؟ مثل ما تعرف أن المملكة الآن قادت عدة برامج توظيف المرأة، وإذا كنا نريد أن نتكلم عن أهم 10 وظائف ترغب المرأة لابد أن نتكلم عن الباحثات عن العمل. ما هي مؤهلاتهن؟ ماذا يرغبن؟ الباحثات عن العمل هنا في المملكة أغلبهن من حملة الشهادات العليا، من حملة البكالوريوس. أظهرت الإحصاءات أن 70% من الباحثات عن العمل لديهن شهادة بكالوريوس. مثلما تعلم أيضا أظهرت الإحصاءات أن 82% منهن يرغبن في التعليم لدى الحكومة. الآن لا تتوفر أعداد كافية من الوظائف الشاغرة في الدولة لشغل تلك الأعداد الكبيرة من طالبات العمل.
الإحصاءات أظهرت أن أكثر من 92% من الحاصلين على البكالوريوس في حافز هم من النساء. أيضا جمعيات. أظهرت جامعيات نعم أظهرت أن العدد أو النسبة العاطلات عن العمل في المملكة مرتفعة تبلغ 34% مقارنة ب 6% للذكور. جميع تلك الأرقام أدت إلى وجود دافع قوي لدى الدولة لفتح مجالات كبيرة لتوظيف النساء. الحكومة الآن اكتفت من توظيف النساء، الجهة الوحيدة القادرة على استيعاب تلك الأعداد الكبيرة هو القطاع الخاص. طيب بالعودة إلى الوظيفة الأهم اللي هي تحدثت عنها قطاع التعليم، يعني تبحث المرأة بغض النظر عن إمكانية يعني وجود وظائف أو لا، لماذا ترغب المرأة السعودية بالالتحاق في التعليم أكثر من غيره من القطاعات؟ هو في الحقيقة لأنه يتناسب مع المؤهل الجامعي الذي يحمل، أيضا يوفر بيئة مناسبة وبيئة آمنة لعمل المرأة، نظرة المجتمع له نظرة جيدة، موافقة ولي الأمر، الأجور مرتفعة مقارنة بغيرها من الوظائف، كل العلاوات المستمرة، الإجازات المناسبة للمرأة، كل تلك المنظومة من القرارات ساعدت على أن تكون التعليم هو الجهة المفضلة والأولى لدى الإناث والإنث. لأنه في اختلاط مثلا بين الذكور والإناث طبعا وبيئة آمنة ومناسبة لهم، فلذلك يفضلون الاتجاه له حتى لو كان من ضمن الأشياء اللي قد تكون سلبية بالنسبة للمعلمة أنها تكون في بلد آخر أو في منطقة أخرى مثلا بعيدة عن مدينتها. هي في الحقيقة تتحمل تلك الصعوبات في بداية العمل، لكن لديها الأمل والطموح أنها ترجع وتحصل على وظيفة بالقرب من عائلتها ومنزلها. عادة هي لا تستمر في مثل هذا الوضع إلا سنة أو أعوام قليلة ثم تعود وتستقر بجانب عائلتها. لما فتح المجال أمام القطاع الخاص وأعطي الدعم لتوظيف النساء، القطاع الخاص واجهت بعض الصعوبات في توظيف النساء. مثلما تعلم أن أغلب الوظائف في القطاع الخاص لا تتناسب مع المرأة، لا من حيث البيئة السلوكية أو البيئة المكانية أو حتى من الأجر، والمشكلة الأكبر أنها لا تتناسب مع المؤهلات العليا التي تتمتع بها المرأة السعودية. يعني مخرجات التعليم بالنسبة للفتيات لا تتناسب، نعم، مع متطلبات سوق العمل. هي أعلى من متطلبات سوق العمل. أغلب الباحثات عن العمل 70% منهم من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى. بالتأكيد إذا شاهدت الوظائف في القطاع الخاص، إذا قارنتها بالمؤهلات، بائع أم يعني عاملة في مصنع أو وظائف مكتبية، لا تتناسب مع المؤهلات العلمية العالية التي تتمتع بها المرأة. لما للأسف يعني اضطر بعضهن حتى وهن من حملة الشهادات العليا إلى الاتجاه لترك الوظائف في الدنيا. القطاع الخاص الآن غير قادر على إيجاد وظائف لائقة وتتناسب مع حملة الشهادات العليا. طب ما هي الأسباب اللي تجعل القطاع يعني له ثقله، القطاع الخاص اقتصاديا واللود يلعب دور مهم جدا في حركة الاقتصاد السعودي، غير قادر على خلق وظائف تتناسب مع إمكانيات المرأة؟ 40 عاما مضت على القطاع الخاص وتعود على أشياء ربما لا تكون ذات جدوى اقتصادية وذات مردود. أولها هو أن القطاع الخاص استمر لسنوات طويلة في الاعتماد على العمالة الوافدة بأجور متدنية جدا، واعتمد على في جميع وظائفه على الوظائف الرجالية. فإذا دخل العنصر النسائي له الآن سيعتبر لابد أن يوفر له بيئة عمل مستقلة وبيئة عمل مناسبة، ويجدون صعوبة في التواصل مع الإناث إذا كانوا لم توفر لهم البيئة التي تناسب عملهم. المجتمع طبعا حينما يرى أن الفتاة أو المرأة تتجه العمل في القطاع الخاص يعتقد أنه لا تتوفر بيئة مناسبة، ولاة الأمر يخافون على المرأة أن تتجه القطاع الخاص اعتقادا منهم أنها بيئة غير مناسبة، بيئة غير آمنة لعمل المرأة. هل لازالت هذه الهواجس والمخاوف موجودة حتى الآن، يعني بعد سنوات طويلة من انخراط المرأة في مجالات مختلفة؟ نتحدث مثلا في فترة من الفترات كانت مثلا العائلات السعودية ترفض مثلا دخول بناتهن إلى مثلا الطب لأنه في اختلاط سواء في الكلية في الدراسة أو حتى بعد التخرج، ولكن الآن وجدنا أنه أصبحنا نسمع ونرى أنه كثير من الطبيبات الآن
من عائلات أيضا يعني لها امتداد مثلا في المملكة العربية السعودية ولها ثقلها قبليا واجتماعيا. ووجدنا أنه في هناك طبيبات، يعني هل لازالت النظرة والمخاوف لازالت مستمرة بنفس القدر اللي كانت فيه قبل 10 سنوات أو 15 سنة؟ طبعا، لأن مثل ما تفضلت هذه نسبة قليلة، لكن النسبة العظمى حتى في الدراسات التي أشرفت عليها وزارة العمل، حتى في الدراسات تحت إشراف وزارة العمل، أظهرت أن المرأة لا تريد بيئة يكون فيها اختلاط بالرجال إطلاقا. المرأة أو المجتمع؟ المرأة أيضا بنفسها، حتى تنأى بنفسها من مشاكل كثيرة، يعني اللي ممكن تؤثر على مستقبلها. نعم، لأن المرأة التي تعمل في القطاع الخاص بوجه عام وفي بيئة غير مناسبة ستكون أقل جاذبية لعروض الزواج. فالدراسات التي أجريت أثبتت أن الغالبية العظمى لا ترغب في بيئة مختلطة بالرجال. وعلى فكرة الأنظمة أيضا التي شرعتها وزارة العمل تمنع توظيف المختلط للرجال والنساء، وأصرت على أن تكون النساء أما في مباني مستقلة أو في أقسام مستقلة بخدماتها بعيدة عن الرجال. لكن ما زلنا أيضا في نظرة المجتمع لهذا الشيء، فلذلك القطاع الخاص الآن بدأ في مرحلة لكي يتكيف مع متطلبات المجتمع في إنشاء أقسام خاصة ومستقلة، في إنشاء منشآت بكاملها نسائية لكي يستطيع أن يحقق بيئة آمنة ومناسبة وترضي ولي أمر المرأة المسؤول عن توظيفها. طب نعلم أنه في السنوات القليلة الماضية اتجهت الحكومة السعودية إلى إصدار قرارات تتعلق بتأنيث بعض المحلات، وخصوصا المحلات اللي لها علاقة بالمستلزمات النسائية. نعم. ما هي الأسباب اللي جعلت الحكومة تتخذ هذا القرار وأيضا تقتصر في التوظيف على المرأة السعودية؟ هل هناك أسباب مباشرة؟ والله شوف، هي لما الحكومة اكتفت من الوظائف النسائية وما زال سوق العمل يدخله مئات الألوف من الإناث، وبالذات حملة الشهادات العليا، مثل ما تعلم أن يعني نسبة الإناث في الجامعات أكثر من نسبة الذكور، فالنسبة الأكبر للخريجات هم أكثر من الشباب، لابد من فتح مجالات جديدة لهم للعمل. في القرارات الوزارية التي طلعت من مجلس الوزراء رغبة في فتح بيئة عمل مناسبة تتناسب مع طبيعة المجتمع، قصر العمل في تلك المحلات والأنشطة التجارية على المرأة لكي تكون بيئة مناسبة قدر الإمكان، وتتابعت القرارات وأكدت على وجود أن تكون بيئة العمل في تلك المحلات بيئة مناسبة للمرأة السعودية. وشاهدنا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة الآن التي انطلقت قريبا، كلها لتأنيث أنشطة كثيرة جدا. الاتجاه أنه ما يتعلق بالمرأة وما يتعلق بالعائلة سيتم قصر العمل فيه على المرأة السعودية لفتح مجالات جديدة، لكن المشكلة أن تلك المجالات أو تلك المحلات تستقطب من هم لا يحملون الشهادة الجامعية، بينما حملة الشهادة الجامعية من الفتيات وهي النسبة الأغلب لا تفضل هذه الوظائف، وإذا اتجهت لها فإنها تحس أنها حصلت على وظيفة أقل من مؤهلاتها العلمية. طيب في القطاع الخاص مهندس منصور، وجدنا أيضا هناك تجربة، ما أدري مدى نجاحها إذا بتقدر تقيمها حضرتك معنا الآن، تجربة دخول الفتيات إلى البنوك والمصارف. هل تعتقد أن هذه التجربة نجحت فيما يتعلق مثلا باهتمامات المرأة للعمل؟ والله إذا وفرت البيئة المناسبة. تجربة البنوك كيف كانت؟ هل وفرت بيئة مناسبة فعلا؟ أنا لم أطلع على تجربة البنوك في الحقيقة، لكن شاهدت كذا فرع هنالك في استقلالية الفرع النسائي عن الفرع الرجالي، وهذا يعني شجع الفتيات على الاتجاه للعمل فيها متى ما وفرت البيئة العمل المناسبة المستقلة والتي لا تسبب للفتيات نظرة غير جيدة من المجتمع. مثل ما تعرف أن الشريحة الكبرى من أولياء الأمور ما زال يرفضون عمل المرأة في القطاع الخاص لاعتقادهم أن تلك بيئة غير مناسبة وغير آمنة لعمل الفتاة، منها قد تتعرض لمضايقات وقد تتعرض لأشياء لا يرغب فيها. فمتى ما اطمأن ولي الأمر للعمل في القطاع الخاص فسيوافق على الاتجاه له. لا أعتقد أن هناك من يعارض عمل المرأة في المجتمع السعودي، هم ربما يحتجون على عدم وجود بيئة آمنة أو مناسبة لعمل المرأة. حينما ابتدأ التعليم في المملكة
شاهدنا بعض الاحتجاجات، ولكن حينما أطمأن المجتمع إلى بيئة العمل في تلك المدارس وإلى القائمين عليها، تدافع الناس لكي يرسلوا بناتهم للدراسة والعمل فيها. فنريد أن نكرر هذه التجربة إن شاء الله في عام المرأة، نحاول قدر الإمكان أن نوفر بيئة مناسبة وآمنة لعمل المرأة، نحاول أن إذا وجدت أي ملاحظات أن نتعاون مع الوزارة العمل في هذا الشأن، ونحاول أن نخلق مجالات جديدة تتوافق مع عاداتنا وقيمنا في مجتمعنا السعودي المسلم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقة هذا اليوم من أهم عشرة. بكرة إن شاء الله لنا موعد آخر وموضوعات جديدة. كونوا دائما معنا في أهم عشرة. تصبحون على ألف خير.